وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة النجم الكبير الكابتن أحمد صديق. ازيك يا أبو حميد؟ ازيك يا كابتن؟ أبو حميد على السلامة. الله يسلمك يا كابتن. أخبارك إيه؟ الحمد لله بخير. كله كويس؟ الحمد لله كله تمام. عندك تجربة قريبة جدا مع كابتن حسام وبعد كده سافرت الإمارات ولسه راجع بتاخد الرخصة أعتقد. السي الآسيوي الحمد لله يعني. السي الآسيوي. الحمد لله يعني من الحاجات المهمة جدا طبعا حضرتك يمكن الحمد لله واحد مركز جدا في الخطوة دي أو في المجال ده ويمكن الحمد لله بحمد ربنا على توفيقه ان الواحد ممكن بالنسبه لي بدات بدايه يعني ربنا كرمني فيها جدا جدا طبعا. الحمد لله ان الامور تطورت معايا بسرعه في البدايه باكاديميه النادي الاهلي ثم مدير فني لاكاديميه النادي الاهلي في الامارات الاربع فروع لمده موسمين الحمد لله بعد كده يمكن برضو بترتيب من ربنا سبحانه وتعالى اولا ثم برضو بتخطيط للامانه من ناس كثيره داخل مجلس الاداره راسهم كابتن محمود الخطيب وكابتن خالد بيبو بترتيب الامانه فرق معايا كتير جدا انه كابتن خالد اقترح عليا من ثلاث مواسم بالظبط ان ارجع القطاع الناشئين تاني ودي كانت البدايه الحقيقيه في مجال التدريب يمكن الاكاديميه شويه اداريه اكتر منها فنيه صحيح لكن لما دخلت جوه القطاع لا الموضوع اختلف تماما يمكن يعني خلال طبعا خلال قناه النادي مش عايزين نسبق الاحداث طبعا هنبارك للجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره على البطوله لكن من خلالك طبعا بشكر جدا جدا كابتن محمود الخطيب وكابتن خالد بيبو بالاخص لان الموسمين دول فرقوا معايا كتير جدا جدا في اللي بعد كده جدا يا كابتن لا وبعد كده موجودك برده مع مدرب عام مع كابتن حسام البدري الحمد لله وقبلها كمان يمكن ربنا كرمني قبلها برده كابتن حسام بدري واحد من اكبر واهم المدربين المديرين الفنيين في مصر طبعا. يعني انا هدي له حقه بس يمكن برده كان قبل كابتن حسام كمان كان في خطوه مهمه جدا وبرده بشكر كابتن خالد بيبو انه وافق عليها لان جالي نادي الجونه مع كابتن تامر مصطفى من المدربين المحترمين جدا تامر جميل وعامل شغل رائع في ام بي ما شاء الله يعني ببارك له لانه هو يستحق اكتر من كده اشتغل معاه كابتن حاجه تامر محترمه تامر كان عنده مشاكل في المقصه وبعد كده كان عنده مشاكل في الجونه ولكن الكل كان بيقول عليه مدرب هايل للامانه اشتغل مدرب هايل يمكن في الجونه كانت الظروف مختلفه شويه انا احنا حضرنا واشتغلنا كويس جدا بس كان معانا سوء توفيق لكن هو كان هو اللي مشي خلي بالك هو اللي مشي احنا اللي طلبنا والناس كانت متمسكه بينا جدا جدا ان احنا نكمل لا تامر هاي الامانه وبعد كده ربنا يكرمني مع كابتن حسام طبعا اسم يعني مش محتاج احنا نتكلم طبعا. يعني اسم ولا اكبر ولا اروع وبعدين كابتن لما بتدخل مع الشخصيات دي في الشغل في العمل يمكن الكابتن حسام انا اشتغلت معانا لاعب وهو مدرب صح الموضوع مختلف تماما ان انت معاه في الجهاز ما بيبخلش عليك بمعلومه بتشوف انه فعلا عادل جدا 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 في الشغل يعني مجتهد جدا جدا مع اسمه الكبير انا اسف يعني سوري ان ممكن في ناس اسمها كبير يقول لك انا اسمي كبير واحط رجل على رجل وانا هكسب باسمي لكن الكابتن حسام للامانه بيشتغل بنفسه تفاصيل بيهتم بكل مباراه بيهتم بالتفاصيل الصغيره فانا بشكره جدا جدا لاني فرق معاه كتير جدا فكل دي خطوات الحمد لله من وجهه نظري انها عجلت جدا انها تعمل حاجه كويسه ليا كنت محتاج اكتر كمان ان انا اطور من نفسي بالخبرات والشهادات الحمد لله يمكن برضو من خلال حضرتك من خلال قناه النادي بشكر اتحاد الكره الاماراتي لانه سمح لي ان انا ادخل الدوره وبشكل كمان يمكن بشكل سريع شويه يمكن دخلني بظروف مختلفه مع معايشات كمان في اكتر من مكان الحمد لله مع ورش عمل مع مدربين اجانب الحمد لله كل الحاجات دي فرقت معايا كتير جدا بحمد ربنا عليها واتمنى ان شاء الله اللي جاي يكون افضل لان الحمد لله بدا يبقى فيه كلام من اكتر من فرقه الحمد لله في الممتاز به وبحاول اشوف بقى افضل حاجه ان شاء الله باذن الله يعني الفتره الجايه. ربنا يكرمك يا احمد انت تستاهل دائما كل خير يعني شفت مباراه الوداد ازاي؟ والله كابتن وهذا التتويج الرائع طبعا. طبعا يعني طبعا ببارك طبعا لمجلس الاداره في البدايه وجمهور النادي الاهلي والجهاز الفني واللعيبه على البطوله ال 11 هو انت خدت كام بطوله بالمناسبه؟ انا الحمد لله اربعه افريقيا اربعه صح؟ اربعه دوري ابطال افريقيا الحمد لله خمسه وسته وسبعه خمسه وسته خمسه وسته وثمانيه و 12 مع كابتن حسام و 13 مع كابتن محمد يوسف يعني 12 مع كابتن حسام و 13 مع كابتن يوسف يعني سته وثمانيه و 12 و 13 كابتن حسام وكابتن ايوه صح انت خمسه ما لحقتش لا الخمسه خمسه انت جيت سته صح انا جيت في سته طبعا كنت انتوا ما شاء الله يعني بتكسبوا اي حد في الفتره دي ما شاء الله يعني وجينا الحمد لله ربنا كرم بجيل ذهب يعني فدي اتعودنا الحمد لله على البطولات وعلى بطوله افريقيا ويمكن يعني اسيا افريقيا ده الطبيعي لكن البطوله دي برضو من وجهه نظري كان ليها اني واحد 11 اوكي لعب الوداد صرنا منه البطوله اللي قبلها كنا نتمنى انها تبقى الثالثه على التوالي لكن ده كانت من ضمن الاسباب الاجواء اللي حصلت في المجموعات كل دي اسباب خلت ان مباراه الوداد دي او البطوله ال11 احنا كل بطوله بنقول بطوله مهمه
يعني خلينا نقول كده يعني. انا في كوميكس يعني موجوده على الانترنت، عاملين البطوله التاسعه طويل قوي، واحد طويل واقف، والبطوله ال11 واحد طويل قوي واقف، وفي النص البطوله ال10 واحد قصير واقف. يا سلام يعني. مع ان هو دي تسعه بطوله و10 بطوله، واحنا كل بطوله بنقول كده عشان احنا اتعودنا على البطولات. لكن للامانه هي من اهم البطولات. تخيل في كاس عالم انديه بتحطك في مكانه ثانيه خالص، كل العالم بيشوفك، كل يمكن حتى بطوله في كاس العالم الانديه البطوله اللي فاتت بتلعب قدام. صحيح. يعني الموضوع ليفل تاني خالص يا كابتن، ليفل تاني، والناس بتشوفك بشكل مختلف تماما. انت النهارده لما بتلاقي ريال مدريد بيهنيك بعد البطوله وبينافسك على عدد الالقاب، وتلاقي السيتي يعني وهو ده النادي الاهلي، يعني هو ده النادي الاهلي، ان هو عدى مرحله الدوري المصري. صحيح. عدى مرحله افريقيا، بقى بنتكلم في العالميه. فعشان كده بطوله كانت مهمه جدا يعني. المباراه شفتها انا من وجهه نظري شفتها قبل المباراه بثلاث اربع مباريات كمان. انا كنت متوقع، من الناس القليله جدا كنت متوقع ان الوداد هيوصل نهائي على سان داونز. والله يعني انا شفت المباراه في دبي، وقبل المباراه كنا بنتفرج على سان داونز، قبل مباراه سان داونز والوداد كنت مع ناس صحابي. الاولى ولا الثانيه؟ الاولى قبل ما يلعبوا، يعني لما القرعه جت ان احنا او خلاص احنا لاعب الترجي وهم لاعب الترجي وهم لاعبوا سان داونز. يعني انا قلت، ويعني شباب انت عارف يعني بتبقى قاعده خفيفه شويه كده، وفي شويه هزار يعني ونتراهن ما اعرفش على ايه. ويعني ناس محترمه جدا كلهم، باشمهندس رامي ويعني استاذ جوده كلهم ناس محترمه جدا، فتراهننا على، انا قلت لهم ان الوداد هيخرج سان داونز. وفعلا ده اللي حصل، انا كنت متوقع كده. ولو كنت هتسالني قبل المباراه كنت اقول لك انا اتمنى لعب سان داونز ما لعبش الوداد، لان انا وجهه نظري ان مباراه الوداد اصعب بكتير جدا في النهائي بالاخص من سان داونز. لان احنا مع شمال افريقيا المباراه بتبقى صعبه جدا للاجواء. احنا لو هنتكلم فنيا زي ما كنت بقول لحضرتك قبل ما نطلع على الهواء، لا مع احترامي الكامل لفرقه الوداد، لا احنا فنيا اعلى بكتير جدا جدا، لكن ظروف المباراه والنهائي بالشكل ده وعلى ملعبهم، وان هم كمان كمنتخب مغرب واصل صحيح رابع عالم، فكل دي بتدي للمباراه اهميه كبيره جدا. هو طبعا محقق البطوله اللي فاتت، فعايز كمان يحقق البطوله دي، يبقى الثانيه على التوالي، فكل دي اجواء خلت المباراه صعبه. لو كنا لعبنا سان داونز فرقه محترمه جدا، لكن احنا بنعرف نتعامل مع الكره الافريقيه. بيبقى عندهم ثغرات يا كابتن اسلام وحضرتك، خبره كبيره جدا مهما تكون الفرقه جنبك. البلايند سايد اللي هو الجانب الاخر، الجانب الاعمى. بالظبط، احنا اللي بنشوفه. احنا كلاعيبه او كمدربين احنا اللي بنشوفه، الناس بتشوف المباراه بشكل تاني، لكن احنا كلاعيبه او مدربين بنشوف المباراه بشكل مختلف تماما. لكن الحمد لله ان برده جت مع الوداد، ما اقدرش اقول ثغر، لان النادي الاهلي اكبر من مقارنه بكتير جدا. يعني انا لو تيجي تسالني اذا كان هناك ثغر فهو يعني هي من اللي حصل، بس النادي الوداد نادي كبير طبعا. جمهور المغرب جمهور كبير وعليكم كل حاجه، ولكن انا اقصد ان احنا اللي حصل في كيفيه من الاتحاد الافريقي في ذلك الوقت، ان احنا لعبنا او تم ان احنا هي مقصوده. خلينا نتكلم بصراحه كابتن اسلام، البطوله اللي قبل دي كانت مقصوده انها تتواجه موجهه بالشكل ده. انت تقول انا ما انا بقول انا ان البطوله، لو هتكلمنا في كل ده كتير جدا، انها كانت تبقى شبه موجهه، حتى الاحداث اللي حصلت يوم المباراه لو نفتكر مع الجمهور ومع ومع ومع، فان كل الاحداث دي حصلت والنتيجه النهائي الحمد لله والبطوله 11 وصلنا للنهائي مره ثانيه الحمد لله وخدنا البطوله وللامانه باداء كويس جدا جدا خلال المباريات. ايوه وده الاهم، ده اللي يهمنا. تيجي تتكلم فنيا، لا احنا من افضل الفرق فنيا، وخصوصا في نهايه دوري المجموعات. يعني من دوري المجموعات واحنا الاداء فني بقينا من افضل، من بعد ماتش سان داونز تحديدا. بالظبط، بعد مباراه الهزيمه اللي حصلت قطنا 4-0 وثم الهلال وبعد كده يعني ورا بعض الرجاء في الترجي. احنا فنيا او فرقه النادي الاهلي فنيا بتأدي بشكل كويس جدا جدا جدا. يمكن انا بشكر الجهاز الفني، انا سعيد جدا جدا باداء الجهاز الفني مع اللعيبه. اوكي، يمكن لو عايز اتكلم فنيا دلوقتي نتكلم يعني مش يعني خلينا نقول ان لو هنتكلم فنيا في الكوره، هتسالني انا طبيعي جدا الخطة اللي يلعب بيها النادي الاهلي او الفرقه الكبيره، هتقول لك انا اقول لك 4-3-2-1 مثلا، تمام، او 4-4-2-1 4-4-2-3-1 تمام. ليه؟ انت بتهاجم، فان الراجل يغير الفكر ده ويلعب 4-3-3 في كل المباريات دي بالشكل الهجومي ده، انا شابوه. طبعا انا بحييه، كلنا فاهمين 4-3-3 دي يبقى شويه دفاعيه اكتر لكن بالاداء اللي انا بشوفه الحمدي فتحي وديانج والسوليه لا انا مروان، انا طبعا انا بتكلم في النواحي الهجوميه اكتر كمان، فانا برفع له القبعه فعلا. يعني انا مش من النوع اللي كان بيحبس 4-3 ده كتير جدا، لكن بالاداء اللي انا شفته غيرت لك الفكره انت كمدرب حتى. والله يا كابتن بتكلم بجد، مش بقول كده عشان حاجه، انا فعلا
سعيد جدا، وان شاء الله في خطوه كده مش عايز اسبق الاحداث ان شاء الله، انا اتمنى ان شاء الله ان اقدر احققها او اعملها، هتفرق معايا كتير جدا ان شاء الله مش مستوى الشخصي. انا نفسي اقرب من الراجل ده شويه مستر كولر، لان هيستعمل معايشه، انا اتمنى ذلك يعني، مش عايز اسبق الاحداث لان دي خطوه انا فعلا ناوي عليها ان شاء الله، فعلا نفسي كده، لان انا الخط او طريقه 4 3 بالشكل الهجومي اللي بنشوفه ده انا مبسوط جدا فنيا جدا جدا. اولا استحواذ موجود، الاداء الهجومي موجود بشكل كبير جدا جدا، وده بيبقى قليل جدا ونادر جدا في 4 3 3 هاك لعيب كبير وعارف طبعا يعني 4 3 3 دي بنقول اول ما تروح ل 4 3 3 تقول لك ده نازل يدافع ليه يا عم، هو بيدافع ليه؟ كلنا فاهمين كده صح، كلنا فاهمين كده، لكن بالاداء الهجومي اللي انا شفته فانا بشكره جدا وبشكر الجهاز الفني وانه قدر يوصل اللعيبه. عايز تعرف ان ده حصل ازاي؟ اوكي، لان الامانه انا سعيد جدا بده، لاني بشوف معلش حمدي فتحي طول عمرنا بنشوفه دفاعيا اكتر من هجوميا، مظبوط صح ولا نتكلم؟ لا صح، اتكلم فنيا حمدي طول بيهدف، لكن بالشكل الهجومي ده لا لا. فده تطور اللعيبه بشكل كبير جدا. السليم كان عنده الحته الهجوميه دي بشكل كويس باستمرار موجود. النهارده بتشوف ديانج برده شبه بيلعب في مكان مش مكانه، ديانج طول عمرنا او 6 صح، النهارده بتلاقيه 8 وبيأدي بشكل كويس قوي، فكل دي عوامل نجاح للجهاز الفني، لان انا شايف انه طور لعيبه بشكل كبير جدا جدا جدا. يعني ايه رايك في اداء علي معلول خلال الفتره الاخيره؟ علي لعيب كبير يا كابتن اسلام، علي لعيب كبير جدا، ما نقدرش نقول حاجه غير كده. مش هنتعامل بالقطعه يعني، انت حتى لو انت حضرتك في الجهاز الفني وانت مسؤول، يبقى لعيب على مدار مواسم طويله جدا جدا احسن باك ليفت في افريقيا، مش هقول لك في مصر بس. وبعدين ايه الخطا يا كابتن؟ يعني حتى الناس بتتكلم مثلا على ايه الخطا؟ يعني كوره وارد فيها كل حاجه، كلنا بنغلط. وبعدين مش خطا، كلنا بنغلط ومش خطا يعني، من وجهه نظري مش يعني ايه اللي حصل؟ مش خطا مش جريمه يعني، مش حتى في الكوره بلغه الكوره مش يعني حتى مش الراجل عندما سئل كولر عندما سئل عن علي معلول والخطا، لا قال له خطا خطا يا ما هو مفيش خطا. انا مش على فكره في ماتش الوداد والاهلي يعني الاولاني، الوداد عملوا اخطاء كتير، وده طبيعي يا كابتن، هي الكوره معتمده على الاخطاء اساسا، انت مش هتكسب الا لو في اخطاء صحيح. في نفس الوقت انا مش شايف انه خطا يعني علي. بص يا كابتن، في لعيبه يعني ما نقدرش نتكلم عليها كتير، منهم علي معلول، شناوي، الناس حتى اللي هي يعني عملت معاك مواسم كبيره، وبعدين صحيح. ان ربنا وفقه ليه دور كبير جدا في الهدف، هدف البطوله، فدي برضو اسباب توصلك ان الناس دي مجتهده، الناس دي بتعمل اللي عليها وبتاخد بالاسباب للنهايه. علي معلول صانع الحلول، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. الحقيقة علي معلول واحد من أهم وأفضل اللاعبين في كرة القدم المصرية، الحقيقة علي يستحق كل التحية وكل التقدير، عدد بطولات كبير جدا جدا، غير أن علي دلوقتي تحس أنه هو واحد من كباتن، أو مش تحس هو بالفعل واحد من كباتن الفريق. بص يا كابتن، أنا فاكر لقطة يعني هنرجع بالذاكرة لورا شوية، كنا ناهيين الدوري بدري جدا مع ما أنا بتكلم في لقطة لعلي معلول يعني، وباللاعب الزمالك خلاص نادي الزمالك وإحنا واخدين الدوري خلاص يعني، وكرة تقريبا في الدقيقة 85 90 والله انا كنت بتلعب يعني ولا لا أنا لا انا لا دلوقتي انا مدرب انا بتكلم على علي معلول علي معلول مباراة اهلي وزمالك وعلي بيلعب مع النادي الاهلي علي معلول بيلعب مع الاهلي وكنا حاسمين الدوري وخلاص احنا حاسمين الدوري يعني خدنا كنا خلاص حسمنا الدوري بالفعل قبل ما نلعب مباراة الزمالك دي وتقريبا كسبانين وكرة في الدقيقة 85 او حاجة كده وعلي بيلحقها وتاكلينج وقام عارف بيحفز نفسه لا دي يعني دي مش بيعملها واحد اللي هو مولود في النادي الاهلي يعني واحد طول عمره في النادي الاهلي انت كسبان دوري خلاص الدوري منتهي الكره في الدقيقه 85 وعشان تاكلنج وتقوم بالروح دي ولا علي ما بحسش ان هو لا بحس ان هو من ناشئين النادي الاهلي ما تقدرش تقول غير كده الروح اللي موجوده والقياده اللي موجوده لان اكيد ليه دور كبير جدا مع اللعيبه الكبيره زي الشناوي وزي ايمن اشرف فاكيد ليه دور كبير جدا علي في الامور اللي حتى في غرفه اللبس يعني مثل هذه المباريات زي ما بيتقال تكسب ولا تلعب احنا كسبنا ولعبنا من وجهه نظرك الشوط الثاني كمان تحديدا كانت المباراه عامله ازاي زي ما في بدايه الحلقه حكينا الجهاز الفني انا بحييك كتير جدا 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 على التغييرات اوكي التغييرات اللي حصلت بين الشوطين او في الشوط الثاني بالاخص فرق كتير جدا احنا ما كناش يعني هو ما كانش شوط وشوط لا احنا بس كنا كانت اللعيبه مشدوده شويه لان الحكم كمان واداء الحكم اثر كتير جدا على اداء اللعيبه لكن انت فنيا لا طبعا انت فنيا كنت افضل بكتير جدا بعدين ما تيجي تحسب يا كابتن اسلام احنا ما بنحسبش 90 دقيقه بس انت بتحسب 180 دقيقه في المباراتين فانت في المباراه الاولى يعني وان سايد جيم يعني المباراه الاولى وان سايد جيم باستثناء الهدف اللي دخل فيك في اخر المباراه انت طول المباراه وان سايد جيم ايوه المباراه الثانيه الشوط الاول ما فيش فرقه عاليه عن فرقه انت كنت مشدود بس لكن انت لما هديت في الشوط الثاني مع التغييرات اللي حصلت لان الامانه الجهاز الفني عمل تغييرات هايله فرقت معانا كتير جدا
بقت افضل بكتير جدا. عشان كده ربنا كرم بالهدف اللي قدر يحقق لك البطوله اللي انت تستحقها. تستحقها خلال المباريات كلها او خلال ادائك في البطوله كلها. مش بتبص لمباراه واحده، بتلعب بطوله يا كابتن اسلام على مدار تقريبا حوالي 12 مباراه لما تيجي تحسبها 14 او 14 مباراه من الادوار التمهيديه المجموعات 32 المباراه ال 16 ومش عارف 8 يعني. لا انت بتتكلم في ادائك طول البطوله ايه؟ سيبك ان انت كنت جاي عليك مباراه سان داونز ده طبيعي جدا في الكوره، لكن انت بص لبعد كده. بص لما سان داونز كان كل الناس قلت سان داونز خد البطوله من دور المجموعات، لكن بقى فين دلوقتي؟ فهو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي البطوله يا كابتن اسلام هو ده. لو انت في النهايه بتحقق الهدف. الهدف ده يتحقق ازاي او امتى؟ المهم ان في النهايه الهدف بيتحقق. وده اللي النادي الاهلي وصل له الحمد لله. الى اي مدى بقى التتويج بالبطوله الافريقيه هيفرق معاك نفسيا ومعنويا في الدوري؟ يعني هل يعني احنا لو بننظر لاي حاجه بتحصل ودايما نقول كده احنا اللعيب المصري لما بياخد بطوله كبيره وبتاع بتلاقيه هدي خالص. طب انا اسال حضرتك سؤال. اتفضل. حضرتك لعبت كتير جدا في النادي الاهلي، هل ده كان بيحصل معانا؟ لا. كابتن اسلام احنا كنا بنخلص المباراه، يعني انا فاكر المباراه نهائي كاس مصر اهلي وزمالك 4-3 المباراه الشهيره سافرنا كوت ديفوار في نفس اليوم. يعني خلصنا المباراه في نفس اليوم قبل نهائي افريقيا. قبل نهائي افريقيا يعني خلصنا مباراه الكاس ومباراه كانت ولا اروع ولا اعظم، يعني يمكن من افضل المباريات اللي طبعا. خلصنا المباراه خرجنا من الاستاد على كوت ديفوار عشان بنلعب قبل نهائي افريقيا. هو ده النادي الاهلي، مفيش الكلام ده. احنا يعني تخلص المباراه تاني يوم بتفكر في المباراه اللي بعدها. فعشان كده هو ده الفرق، مع احترامي لكل الانديه اللي موجوده، هو ده الفرق بين النادي الاهلي وكل الفرق الثانيه. ان انت عارف انت بتعمل ايه. خلصت المباراه النهارده بهدفك، بتنبسط وبتفرح وبتنبسط مع جمهورك ومع نفسك، تاني يوم بتفكر في اللي بعد كده. لان كلنا عارفين كابتن احنا كنا بنعيش ايام مع مستر مانويل، لو تعادلنا مباراه ما بنخرجش من البيت. لو تعادلنا مباراه والله انا واحد من الناس لو متعادل مباراه كنت بخرج، عشان عارف الناس هتقول ايه. انت عودت جمهورك كله انك تكسب كل المباريات. صحيح. انت بينك وبين نفسك عايز تكسب كل المباريات. لجهازك الفني عايز تكسب كل المباريات، لمجلس ادارتك عايز تكسب، فما عندكش حل غير انك بتركز في كل مباراه. فانا واثق ان الناس يمكن بس دلوقتي في فرصه شويه للعيبه، مش هقول كمان كل اللعيبه، للعيبه اللي مش في المنتخب هي اللي يعني ممكن واخده راحتها شويه في الفرحه بالبطوله. بالعكس اللعيبه دي هتلاقيها قدام. بمناسبه الكلام عن الموضوع ده، في بدايه العام كان الناس تقول لك ايه؟ النادي الاهلي لم يبرم صفقات قويه. في شهر واحد قال لك ما يا جماعه ده مروان عطيه وخالد عبد الفتاح يعني صفقات مش عارف ايه. ايه رايك في هذا الكلام دلوقتي؟ بعد ما شفت يعني انت دخلت اربع بطولات، خدت اربع بطولات وفاضل لك الدوري والكاس. طبعا بعد كده سوبر افريقي ان شاء الله ان شاء الله وكل الكلام ده. هنرجع ونقول تاني، بس هو والله مش كلام معاد، هي دي الحقيقه فعلا. ومش مبالغه، ولا عشان انا مثلا بنتمي النادي الاهلي ولا في قناه النادي الاهلي. يا كابتن اسلام انت الهدف توصل له ازاي؟ انت جبت احتياجاتك. هي الفكره ان انا اجيب كم من اللعيبه، اجيب 10 15 لعيبه واغير، مش الموضوع مش كده. انت جبت احتياجاتك، جبت الفندر انت محتاجه، جبت باك رايت واوقات بيلعب باك ليفت انت محتاجه خالد عبد الفتاح، والاثنين من وجهه نظري صفقات هايله. فانت جبت احتياجاتك مع عوده كهربا من الايقاف والمستوى الرائع اللي وصل بيه خلاص، مع من وجهه نظري انت اعتبر استقدمت بيرسي تاو من الاصابه، يعني انت كده جبت لعيب جديد. فكل دي يا كابتن اسلام انت كل دي بالنسبه لك صفقات. فانت يعني الفكره مش في الكم، مش في العدد، الفكره في الكم اللي انت توصل له. فانت بتوصل للهدف. الهدف بقى اجيبه بصفقه باثنين. طب الاداء ايه دلوقتي؟ بص يا كابتن كل اللعيبه انت دلوقتي عندك وصلت لمرحله كويسه جدا، ودي برده تحسب للجهاز الفني، ان انت النهارده تلعب مثلا مروان وحمدي وديانج، الدنيا كويسه جدا. بتلعب ديانج وحمدي والسوليه، الدنيا كويسه جدا. بتلعب بديانج ومروان ما عندكش مشكله. هو ده اللي بنتكلم فيه. هذا هو النادي الاهلي، هو ده الانديه الكبيره. وللامانه كانت برضه بتحسب لاي جهاز فني، انك بتقدر توصل مستوى اللعيبه كلها انها تبقى على اعلى مستوى، ان انت في اي وقت تحتاج اي لعيب تلاقيه. ودي من المكاسب اللي موجوده للجهاز الفني. يمكن كل الناس كان عندها بعض التعليقات شويه في بدايه الموسم، ان ليه ما فيش تثبيت تشكيل؟ ليه النهارده بتلعب بتشكيل والمباراه اللي بعدها بتشكيل تاني؟ لكن انت في النهايه دلوقتي وصلت ايه؟ تثبيت التشكيل بقى لك فتره طويله جدا. وده اللي وصلك للاداء الجيد، وصلك للنتائج الكويسه، وصلك لاربع بطولات من اربعه، وان شاء الله الخمسه اللي جايه باذن الله سبحانه وتعالى. فهو ده. فانا شايف ان الصفقات، ان مجلس الاداره والجهاز الفني من افضل فترات الصفقات اللي انت جبت احتياجاتك بس. صحيح. ولكن معلش عشان ما حدش يقول لك اصل قناه النادي الاهلي بترتب للي جاي ان احنا ما فيش صفقات. انا لا اعلم احتياجات الفريق ايه
مش انا اللي بقرر ولا قناه النادي الاهلي بتقرر شيء من هذا القبيل. هي لسه بدري طبعا على هذا الكلام، عندنا دوري وعندنا بطولات كثيره خلال الفتره اللي جايه هننظر ليها، فمحدش يقول بس احنا بنتكلم بشكل عام، يعني بما انه كابتن احمد معانا فبنتكلم معاه بشكل عام في كل الاحداث اللي بتحصل واللي حصلت خلال هذا الموسم، بما اننا قربنا يعني من نهايه الموسم، وبالتالي ممكن جدا نلاقي صفقه 2 3 4 5 6 ما اعرفش ايه اللي هيحصل بعد نهايه هذا. لا وكان في كمان يا كابتن، يعني خلينا برضو نكون صراحه اكتر، ان في بدايه الموسم كان في كلام كتير جدا في الموضوع ده. صحيح. ليه الاهلي جاب ما جابش صفقات كتيره؟ ليه مش كان في كلام كتير جدا؟ ايوه ما هو ده، فطبيعي جدا احنا دلوقتي، فانت بص للهدف، ان وصلت الهدف اللي انت عايزه ولا لا. يعني من وجهه نظرك النواقص اللي النادي الاهلي محتاجها خلال الفتره اللي جايه، بما اننا بنتكلم عن الصفقات، يعني مش عايزين، يعني احنا بنقول بنتكلم زي حضرتك قلت، بنتكلم بشكل عام، لان طبعا دي بترجع للجهاز الفني، دي بتبقى رؤيه فنيه بحته، يعني رؤيه احمد صديق. يعني اكيد محتاجين باك ليفت مع علي طبعا، يعني يسند علي، او معنى صح انك بتجهز وبترتب للامور اللي بعد كده، فاكيد محتاج باك ليفت كويس. يمكن سامعين كمان عن صفقات ان شاء الله يا رب كده، يعني يمكن مش عايزين نقول اسماء، خلينا نتكلم بدون اسماء. يعني وجهه نظري ممكن تكون محتاج فيرويد كمان ولا حاجه مع كهربا، مع شريف يبقى موجود، مع شادي، لان انت عارف فرقه البطولات يا كابتن اسلام والفرقه الكبيره لازم يبقى عندها، ما اقدرش اقول الدكه عندها 30 لعيب جاهزين. برافو عليك. ما اقدرش اقول دكه، لان انت ما لا، لان احنا شفنا مثلا السنه دي ان في تغيرات كتيره بتحصل جد فنيا، يعني جدا جدا، عشان كده بقول لحضرتك لازم يبقى 30، ودي من المكاسب اللي حصلت في الفتره الاخيره. يعني شناوي صاب ما شاء الله، شناوي علي لعب لعب علي اتصاب، مصطفى شبير، وكلهم الثلاثه ادوا بشكل كويس جدا. حمزه علاء لو هيلعب هيبقى بيلعب ولا في مشكله جاي خالص، وهو ده يا كابتن هي دي الفرقه الكبيره. يمكن انا بحيي مصطفى شبير ان واحد شبه ما كانش بيلعب خالص، طبعا طبيعي جدا لمستوى الشناوي، بعد كده كلنا عارفين ان حراسه المرمى بتبقى بالترتيب واحد اثنين ثلاثه، يمكن ده المركز الوحيد في الملعب اللي بيبقى التغيير فيه صعب جدا او التدوير فيه صعب جدا، فلما يبقى عندك شناوي وبعد كده علي وبعد كده مصطفى لما تحتاجه في نهائي افريقيا 50 60 الف في الاستاد، مش اي حد، لو هو ما عندوش شخصيه ناشئين في طبعا طبعا طبعا، ودي حاجه تحسب لقطاع الناشئين في النادي زي ما حضرتك بتقول. يعني برضو صديق، مثل هذه المباريات بتبين النجوم، يعني ماتش الوداد ده لما نشوف مصطفى، لما نشوف احمد عبد القادر، لما نشوف كل اللعيبه الحقيقه. انا اسف يعني مش عايز اقطع كتير والله، بس انا يعني برضو من اداء الناس اللعيبه المصريين اللي جدا، حسين الشحات الفتره الاخيره ما شاء الله، يعني ما شاء الله، يعني هايل هايل بجد. ايه اللي فرق مع حسين من وجهه نظرك؟ يعني انا مش عارف، بس هرجع اقول ان الجهاز الفني زي ما اتكلمنا في البدايه، انا فعلا نفسي ادخل مع الجهاز الفني، يعني نفسي اتدخل اكتر، لان في لعيبه كتير جدا عايز تطور. تفهم الدنيا. والله في حاجات كتير اتغيرت، والله بتكلم بجد، مش انا بتكلم كشغلي كفنيا، انا تفهم. عايز استفاد، عايز افهم، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني لا يعني الموضوع اختلف. الاداء اللعيبه اختلف، الاداء الفردي اختلف، الاداء الجماعي للفرقه اختلف. انت بتتكلم دفاعيا يا كابتن اسلام، تقريبا من بعد مباراه صن داونز ما دخلش فيه غير الهدف الوداد. فده برضه حاجه تحسب، يعني كل دي حاجات الواحد نفسه. على الرغم ان انت جايب اهداف كتير جدا. انا بقول لحضرتك انت الناحيه الهجوميه والدفاعيه بقت، ببص يا كابتن اسلام، خلينا نتكلم، لو بتتكلم في 4-3-3 لو اتقدم بشكل كويس فعلا هتبقى دفاعيا كويس جدا، وبالشكل الهجومي اللي تطور هيبقى كويس جدا، وده فعلا اللي حصل. يعني فحسين برضه من اللعيبه اللي، وكهربا طبعا للامانه برضه من بعد يعني هايل ما شاء الله، يعني فكل دي حاجات تحسب للجهاز الفني. بكره ان شاء الله عندنا مباراه مهمه جدا مع غينيا في تصفيات افريقيا. روي فيتوريا، ورايك في روي فيتوريا ومباراه بكره، في ظل ان انت لسه لاعب من يومين ثلاثه نهائي افريقيا، النادي الاهلي يعني لسه لاعب نهائي افريقيا، وعندك 9 لاعبين موجودين مع المنتخب، وبالتالي شايف المباراه دي ازاي في ظل هذه اللخبطه؟ يمكن حتى انا قريت كم اكتر من تصريح للمدير الفني فيتوريا للمنتخب، يعني ان هو مستغرب جدا لتوقيت المباراه، وتقريبا عنده حق. انت بتتكلم تلعب نهائي افريقيا، يعتبر المباراتين مش هتتكلم على مباراه واحده، وعندك شبه القوام الاساسي للمنتخب النادي الاهلي، بتتكلم في 9 لعيبه موجودين، فالتسع لعيبه اللي موجودين يا كابتن اسلام ولسه لاعبين نهائي افريقيا قبلها بحوالي 3 ايام. يمكن الحاجه اللي شويه ان الحمد لله ان مباراه المنتخب كمان في المغرب، فلعيبه الاهلي مش ان شاء الله ما يبقاش فيه اجهاد كبير، انك ما فيش سفر ولا حاجه، لكن طبعا مباراه صعبه جدا، انت محتاج تقريبا احنا نفس البونت تقريبا يا كابتن اسلام ولا او في الترتيب نفس الترتيب، فمحتاج انك تكسب المباراه دي، وان شاء الله يبقى المكسب معانا. عندك اسماء كبيره طبعا، محمد صلاح، ويمكن برضه اصابه تريزيجيه وحجازي تفرق شويه، لكن هنتفائل ان شاء الله ان عندك عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي، ودي بتفرق كتير جدا مع المنتخب. لو ترجع بالذاكره يا كابتن اسلام حتى 2006 و8 و10
مع احترامي الكامل لكل لعيبه، بالعكس احنا بنتمنى يبقى المنتخب لكل اللعيبه اللي موجوده في الدوري. صحيح. وهو الامانه الراجل مع اختياراته المختلفه من كل الانديه مع اسماء يمكن بتبقى غريبه شويه على الناس، فالامانه هو بيشوف كل الناس. لكن احنا بنقول لما يبقى عندك القوام الاساسي او اغلب اللعيبه من فرقه، بلاش نسمي النادي الاهلي، لما بتتكلم القوام الاساسي المنتخب مصر عندك من فرقه بتاخد بطوله افريقيا في 3 4 مواسم بطولتين او 3، فده بيديك ثقه كبيره جدا للمنتخب، يبقى عندك ثبات حتى. يمكن كلنا لما كنا بنشوف مثلا وائل جمعه مع شادي مع ثنائي في منتخب بتفرق، لما تلاقي مثلا محمد شوقي وحسن مصطفى ومعاهم حسني عبد ربه يبقى 2-3 منهم 2 بيلعبوا مع بعض باستمرار بتفرق. ما تلاقي ابو تريكه مع متعب مع الفراوده مع عمرو زكي، يعني اقصد كابتن اسلام كل ما يبقى اللعيبه اتعودت على بعض اكتر في فرقه كبيره تاخد بطوله يبقى مع بعض في المنتخب، فكل الحاجات دي اكيد بتفرق كتير جدا في منتخب مصر. خير توقعاتك للمباراه دي ايه بكره؟ ان شاء الله ان شاء الله نكسب، يعني اكيد كل مباراه صعبه خصوصا برضه احنا يمكن ما عندناش كتير عن فرقه غينيا او منتخب غينيا، وخصوصا يا كابتن هم يعني هم عندهم برضه الدافع، انت بتتكلم يعتبر الترتيب واحد قريبين منك قريبين يعني. جدا فالدافع موجود الدافع موجود، لكن ان شاء الله مع ان شاء الله مع توفيق ربنا سبحانه وتعالى مع الاختيارات اللي موجوده للجهاز الفني انه يقدر يحط افضل تشكيل باذن الله بالتوفيق ان شاء الله نقدر نعدي المباراه باذن الله. الطبيعي يا كابتن انت اسمك برضه منتخب مصر، انت الاسم الاكبر والافضل، لكن بدايه التصفيات هي اللي اثرت علينا شويه، يعني حتى اثرت على اسم منتخب مصر شويه. صحيح. ما اثرتش نتائج بس الحمد لله الامور دلوقتي الحمد لله، ما انا بقول لحضرتك دي اللي فرقت معانا شويه، يمكن هي اثرت على اسم المنتخب اكتر منه النتائج. النتائج وارد جدا انها تتغير، يعني وارد ان انا في بطوله التصفيات اخسر مباراه واتعادل، لكن الاداء كمان ما كانش مساعد انه فالصوره بدات تتغير كتير جدا مع فيتوريا، يمكن الحمد لله كمان بدون هزيمه تقريبا مع كل منتخب مع المنتخب من اول مباراه لي سواء ودي او رسمي، فكل دي حاجات بتدي ثقه للجهاز الفني واللعيب. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله بكره في مباراته الهامه جدا، وكل التوفيق ان شاء الله لكل اللاعبين منتخب مصر، ونشوف مباراه تليق باسم منتخب مصر. احمد انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، بستمتع دايما لما بشوفك. حبيبك يا اسلام، وانا سعيد وشكرا على المقدمه الجميله، ربنا يخليك. ومره ثانيه مبارك لمجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي والجهاز الفني واللعيبه على البطوله 11، وان شاء الله ال 12 تبقى في الطريق ان شاء الله باذن الله. يا رب دايما. انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري في ضيافه البيت الكبير.